وكنا كنهضروا على مجانيه الاباحه، لا باش تقبل عليك نتفليكس في شي مسلسل عندهم. والله يا اخي بقي الخير في هذه البلاد السعيده. السلام عليكم. المناقشه ديالنا على الافلام في المهرجانات قبل ما تعرض في القاعات السينمائيه كانت من مور لي كونفيرونس، من مور المناقشات، وكنا كنهضروا على مجانيه الاباحه ومجانيه الكلام الفاحش في الافلام ولا في المسلسلات. مجاني يعني تحيدوا من الفيلم ما يوقع والو، تزيدوا في الفيلم ما يوقع والو، يعني كيكون مجاني وكتكون عنده مصالح ذاتيه شخصيه كتخدم باش تاخذ دعم الفتره الجايه، ولا باش تقبل عليك نتفليكس في شي مسلسل عندهم تما زوين، انت يا تحرر المراه، انت يا مثقف يا كذا، وكيبقى مخبي لك في الاسلام ديالك. الاسلام كيولي عندهم كيوت كي هذا هو اللي، والحمد لله لا نركب على بساط ما، والله يهدي الجميع، ما يعفو علينا، الله يهدي الجميع. والله يا اخي بقي الخير في هذه البلاد السعيده، بقي الخير. ملي كتشوف ردود افعال بحال هكا، الناس لا يحبون هذا، رغم المعصيه كلنا كنغلطوا كلنا، لكن الدين هو الصح، الدين هو الصح، المله ديالنا هي الصح، ديما كنرجعوا ليها. الناس لا يحبون هذا، والله خرج تشوف الزنق، تجي تقول لي ثقافه الفن التحرر هذيك راه فن ما تخلطش بين كذا، بارك من هذا الشيء، بارك راه الله سبحانه وتعالى كيشوف في هذا المكر ديالكم. الله يهدينا جميعا، الله يهدينا، راه واقف معنا غير البراءه ديال دوك الناس الكبار، دوك اللي حافظين القران، دوك الناس راه دوك عجيب امر هاد الناس بحال هكا، والله عجيب. مجلة ليلى العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار.